السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد اللي حنتعرفوا فيه على طريقة تجميع الأشكال في برنامج مايكروسوفت أوفيس باوربوينت. شو نقصد بتجميع الأشكال؟ بتجميع الأشكال ما نقصدش مثلا أن يكون عندي شكلين، وإحنا تعرفنا قبل كيف نضيفوا أشكال سواء من قائمة هوم أو من إنسرت في شيبس زي الأشكال مثلا اللي ضفتهم أنا حاليا. ما نقصدش إن أم تنظير لهم تجميع يعني يكونوا شكل واحد، يعني مثلا يلزقوا في بعض أو يكون شكل كبير، لا، هذا الشيء حنتعرفوا عليه في الدروس القادمة واسمه اتحاد. لكن التجميع هو مثلا إن أنا عندي زوز أشكال هادو نبي نخليهم وكأنه كتلة واحدة، يعني وكأنه صندوق واحد. يعني تنجي نحرك هذا مثلا نبي نحطه هنا، أنا هذا مربوط به مثلا في التصميم، ما نقولش نحرك في كل واحد بروحه أو نحدد كل مرة واحد، لا، نخليهم وكأنه شكل واحد. يعني أنت نحدد هذا، الثاني أوريدي يتحدد بروحه، نحددهم الزوز وندير كليك يمين نلقى فيه خيار اسمه جروب، ندير جروب حاليا بدو كأنه شكل واحد. معاش عجبني التجميع ونبي نفكه بنفس الكيفية، هما أوريدي شكل واحد، يعني هما تو حاليا شكل واحد، ندير كليك يمين جروب في خيار ان جروب. فهذه الفكره ان انا امتى بنتحكم بحاجات نبي نحركهم مع بعض ولو كان هلبة، ندير جروب. حاليا هما في حاجات اوريدي جروب قال لك ما تقدرش، لكن بفكره المضمون هذا، هذه كلها عباره عن جروب. بكل حال، والفكرة الثانية هي ان مش بس ان نحركوهم مع بعض او عندي هلبة اشكال مربوطين مع بعض في الديزاين نبي نحركهم ديما مع بعض بس تكون اسهل لي انا في التصميم، في ميزة ثانية ان انا عم تندير لي مثلا زوز اشكال هادو درت لهم جروب، مثلا على سبيل المثال درت جروب للاشكال هما الزوز. حاليا انا عم تحنضيف مثلا صورة في البوكس هذا، الصورة حيتقسمها مع هو، يعني حتكون نفس الصورة وحتكون نقدر نفهمها صورة واضحة، لكن نصها في البوكس على اليمين ونصها في البوكس على اليسار. كيف؟ نجربوا، نحددوهم الزوز، نديروا كليك يمين، نديروا فورمات شيب أو تنسيق الشكل، نجيو لخيار بيكتشر أور تكستشر فيل اللي هي تعبئة شكل بصورة من فيل، نجيو لفايل ونختار الصورة اللي نبغاها. أنا حنمشي للوصول السهل أو السريع، حنختار صورة. لو تلاحظوا ان الصورة تعبت لكن مقسومة بينهم الزوز، عندي الشكل هذا والشكل هذا. خلنا ناخده بس تكست بوكس هذا بعيد، هذا تكون اوضح لينا هيك. يعني الار من كلمة رمضان مبارك جاية في جهة اليسار، وكل حتى نقدر نحركه، طبعا هذا قاعد بروحه امتى نختاره هو، بس كل ما نحركه حيدير زي وكأنه حاليا حيخدم وكأنه يدير في ريديزاين للصورة حسب التباعد بين الشكلين هما. وحاليا نقدر نقول ان الدرس هذا تم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا به وتعلمتوا الميزة او الفكرة من الجروب والان جروب اللي هي فكرة التجميع، لان بجديات هلبة هلبة قوية، وخاصة فكرة الصورة ديما في التصميم. مثلا تكون في اول سلايد او في اول صفحة في البرنامج او في البرزنتيشن الخاص بك، اول صفحة مثلا حاب تعرض صورة شعارك او المنتج متاعك او الفكرة أو الصورة الرئيسية في المشروع كلها على بعضها، تديرها في مجموعة أشكال، تدير لهم جروب وتقسمها بينهم، حتكون هلبة حلوة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس هذا واستمتعتم به، وموفقين جميعا، ونتلاقوا في الدرس الجاي، والسلام عليكم.